Okay. أخذ الزوايا الحادة طلاب. هذا الروت طلاب كل اللي هنا للاطلاع. انت ما مطالب بيه بس على مود نشوفك انه شلون راح يكون الروت. انت ما مطالب بيه. شارب نايف. اوكي. شوفوا طلاب شلون راح يكون. يا طلاب كم روت انا عندي بي؟ ثلاث. ايش قد من جهه البكال ايش قد من جهه اللونجوال؟ جهه اللونجوال واحد ومن جهه البكال اثنين. العمل للروت بالشارب نايف كلش يعني سهل وسريع طلاب. اخذ هسه الزوايا الحاده طلاب كلها وعشان راح يكمل عندي الشكل. هاي مناطق اخذها اخصرها شوية ازيد نيزيال وديستا. ارسم السيرفكس طلاب.
طبعا انكسر عندنا الكاسب اوف كارابيلي، انكسر عندنا الكاسب اوف كارابيلي، البلوك شوي عبك هارد. وضحها من جديد. سوي سموث الشغل. هسه زين. طلع. يعني أنا أنصحكم بذاك النوع من البلوك أفضل من هذا، هذا شوية يعني هذا هو زين. طلاب أريد أشوفكم شلون نعيده، شوف إيش قد يأخذ من عندك وقت. أوكي هذا هو البلوك، هذا البلوك يعني مو كلش بيرفكت بالناحية، يعني أفضل التايمر. لا بدي اسجل عندي، لا بدي اسجل عندي. شوف طلاب بس مجرد انه انت فاهم هذه الفكره. اوكي شو قد هسه صار؟ 56 طلاب. هاي تقريبا خلص، وقف الايقاف طلاب. هسه الكاسب اوف كارابيلي راح اوضحها. فاونديشن كاسب اوف كارابيلي وخلصنا. طلاب ضربة واحدة يطلع الكاسب اوف كارابيلي. اوكي بعد ممكن الطالب يجي يسوي سكندري جروفز، مو مشكلة خليه يسويهن اذا يقدر، بس اللي ما مضبط شغله ما اريده يسويهن حتى لا يطلع الشكل بشع. هاي طلاب شفتوا الشكل؟ اكو سؤال طلاب؟